2020 سنة خمسة جديد بإذن الله. سنة عدت بحلوها بمرها، مبروك للحاول ونجح، ولسه في سنين جاية للي ربنا ما وفقوش اللي هو كان عايزه بالظبط. السنة الجديدة سنة رابعة، هي سنة كما سهلة، ما فيهاش الكم الكبير قوي من الامتحانات اللي جربناها في سنة ثالثة، ما فيهاش الكم الكبير قوي من المعلومات اللي اتزنقنا فيه سنة ثالثة، وبإذن الله هي بيقال عنها إن هي أسهل سنة في طب أنجلس، بس الصراحة هي السنة الفخ كتير قوي، بسبب إن سنة ثالثة سنة مزنوقة، سنة عصبية، المواد اللي فيها تقيلة كمحتوى علمي وكامتحانات وكدرجات، وبعدها بعد سنة رابعة في سنة خمسة، سنة طويلة، البطنة مش مادة سهلة، فبيختار إن هو يستريح في سنة رابعة. والحقيقة إن سنة رابعة ممكن تستريح فيها، لكن المشكلة بسبب إن هي ما بين سنتين تقال زي ما قلنا، وبسبب النظام الجديد سهل جدا الوقت يسرقك وسهل جدا الدرجات تسرقك. سنة رابعة هي سنة أول مرة بتتعرف فيها على نظام الراوندز. قبل كده كانت الكلية بتبدأ بتاخد أربع مواد، ده الأفريج، بتشتغل في الأربع مواد مع بعض، بتدرس كم معين، بيبقى فيه امتحان كل مثلا شهرين، الميد تيرم بتمتحن فيه على الأربع مواد، وبتشتغل بعد كده نص السنة بتمتحن برضه على الأربع مواد، وفي الفاينل بتمتحن على الأربع مواد. النظام في سنة رابعة هيبتدي يختلف، النظام هيبدأ نظام الراوندز، إن أنت بتاخد مادة مادة، يعني مثلا في سنة رابعة أربع مواد هما الرومات، الـ ENT، الفورنسكس، والكوميونتي. المواد بتبقى مقسومة لـ 2 بلوكس، بلوك الكلينيكال اللي هو الرومات والـ ENT، والبلوك التاني هيبقى فيه الشرعي والكوميونتي. أنت بتبدأ التير، هتبتدي رومات تاخده في شهرين، وبعد كده تخلص هتمتحن على الرومات امتحان تقيل نسبيا تقريبا 30% من درجة المادة، وبعد كده هتاخد مادة تانية تخلصها في شهرين وهكذا. النظام ده ليه مزايا وليه عيوب. أولا مزايا إن أنت ما بتزهقش، أنت بتاخد المادة بعد كده بتخلصها بتشوف مادة تانية، ما بتمشيش في المادة نفسها طول السنة، في نوع من المتعة إن أنت تجرب مادة جديدة وتخلص مادة وهكذا. تاني حاجة إنك تقدر تركز في مادة واحدة لو أنت هتشتغل زي ما الكلية شغالة في مذاكرتك. من عيوب النظام ده ان سهل جدا تنسى نفسك لو انت بتذاكر للاند راوند بس. يعني دلوقتي انا بدأت رمط، كمان شهرين متوقع مني اني امتحن على المنهج اللي انا بدرسه كل يوم في حضور الراوند. لو انا ذاكرت بس اللي بيتقال على الامتحان ده، غالبا الراوند هيخلص وانا مش مخلص المادة، وانا معرفش اي حاجة عن المواد الباقية، هأدي كويس في الراوند ده، بس هيجي آخر السنة عليا فاينل على المادة دي وعلى المواد الباقية. هفضل كده في الراوند الأولاني والتاني والتالت والرابع، هاجي في آخر السنة هكتشف إن أنا لازم أذاكر تلات مواد من الأول ومادة نصها تقريبا ما تذاكرش. وعشان كده ناس كتير قوي بتخسر درجات كان ممكن بسهولة جدا تتفاداها في رابعة. هكلمكم عن ايه النهاردة؟ احنا دلوقتي اتكلمنا كده عن السنة مجملا، هقولكم السنة بتمشي ازاي، وبعد كده هقولكم كل مادة درجاتها متوزعة ازاي، الامتحانات اللي هتقابلكم، كل امتحان طريقته ازاي وتجاوب عليه ازاي، وبعد كده هنتكلم على كل مادة تذاكرها منين وتسمع لمين. مش هقولكم يعني مين حرفيا، هقولكم الاوبشنز الموجودة، لان حاجة حاول تاخدها بعد كده اللي ينفع معاك ما ينفعش مع حد. اول الدفعة ممكن يكون بيستخدم طريقة لو استخدمها واحد تاني ممكن ما يعديش. كلنا مختلفين، والحاجة اللي بتكلمني مش زي الحاجة اللي بتكلمك.
بنكبر وبنتعلم نقدر ناخد المعلومة من أي حد، لكن بيفضل في لكل واحد بابه ولكل واحد طريقته. الدكتور اللي أنا بفهم منه بنسبة 80%، واحد تاني ممكن يفهم منه بنسبة 100%، وواحد تالت ممكن يفهم منه بنسبة 20%. عشان كده أي كلمة سواء أنا هقولها أو أي حد تاني هيقولها لك، الكلمة دي ما تاخدهاش إن هي الجايد، ما تاخدهاش إن هو ده المفروض هتعمله، خدها كأوبشن، خدها كنصيحة، حطها على جنب وجرب أنت بالنصيحة اللي معاك. لو نفعت لك ولا نجد، ما نفعتش بص على بعدها وجرب أنت. طيب السنة بتبدأ إزاي؟ أنتوا بإذن الله خلاص أهو إحنا في أول 9، هتبتدي السنة على تقريبا 16. هتبتدي الدفعة تتقسم على 4 مجموعات، كل مجموعة هتبدأ راوند. فلنفترض انك بدأت راوند الراوند، تمام؟ هيبقى انت كده اول ترم اول راوند راوند، هتاخد شهرين هتاخد راوند، تمام؟ الراوند فين؟ الراوند بتاخده في مستشفى البطنة. هيبقى عندك كل يوم راوند عملي. عملي يعني ايه؟ يعني جوه المستشفى وفي محاضرات في الكلية. الحقيقة ان الراوند بيتشرح فيه المنهج كله مفروض نظري، وفي ايام بيبقى فيها حاجة اسمها سكيلز. السكيلز دي هي المهارات اللي المفروض تعرفها بعد ما تخلص الراوند، ازاي تقيس نظر، ازاي تستخدم الثلموسكوب، ازاي تشوف ليد موفمنت وهكذا. وبعد كده بيبقى فيه كل يوم كل يوم حضور بتدرس منهج نظري. في الاند راوند بيبقى عندك امتحانين، امتحان سلايدز عملي بيتعرض صورة وبعد كده يتسأل عليها سؤالين أو ثلاثة نظري. النظري ده من المنهج عموما ملوش قيود، لكن هو بيسألك على give one أو two أو مثلا mention three signs, mention two complications, mention two lines of treatment, mention the worst complication, mention ال most probable diagnosis. يعني ما بيتعمقش في النظري، يعني مش هيقولك قص، تمام؟ وبعد كده بيبقى عندك امتحان تاني سكيلز على المهارات اللي المفروض اتعلمتها. غالبا بيبقى اوفثالموسكوب على مكات، وانت بس تمسك الاوفثالموسكوب صح وتقف صح، مش مطلوب منك يعني تشخص حاجة او تشوف حاجة الا لو الدكتور سألك كده. وغالبا الدرجة في التشيك ليست تبقى على ان انت مسكته صح، رايت هاند رايت اي رايت اي، حاجات كده هتتعلموها بإذن الله. وهنا يخلص راوند الرومت، انت ذاكرت للاند راوند، هنقول بعد شوية عليه كام درجة، تخش فرونت تاني. راوند تاني هيبقى اي ان تي. طيب زميلك اللي كان اول راوند عنده اي ان تي هيبدل معاك وياخد راوند. هتاخد الاي ان تي في شهرين، هتمتحن عليه امتحان اند راوند. الاند راوند ده بيبقى عبارة عن برضو سلايدز ب40 درجة تقريبا، وامتحان برضو على بيشنت، واحد هيستوري تيكينج 5 درجات، واحد اكزامينيشن ب5 درجات. برضو طول الراوند انت بتذاكر بس للسلايدز، والسلايدز معروفة معدودة، وبيسألك برضو عليها نفس الطريقة، سؤال ام سي كيو او سؤالين ام سي كيو او الدايجنوزز، والاكس راي بيقول لك قول عليها فول كومنت. اكس راي برضو حاجات معدودة يعني معروف، مش اي صورة هو عايز كده. وبعد كده تكون انت خلصت ده بلوك. اللي خد اي ان تي هيبدل مع اللي خد رمض، واللي خد رمض هيبدل مع اللي خد اي ان تي. دول جروبين. الجروبين التانيين هيكونوا بياخدوا كوميونيتي وفورنزكس. كوميونيتي طب المجتمع، وفورنزكس الطب الشرعي والسموم. واحد منهم هياخد كوميونيتي شهرين، واحد منهم هياخد اي ان تي شرعي شهرين ويبدلوا مع بعض. والترم الثاني اللي كان واخد رمض واي ان تي هياخد كوميونيتي وشرعي، واللي كان واخد كوميونيتي وشرعي هياخد رمض واي ان تي. ده كده السنه ماشيه ازاي رفضي. بعد اخر راوند هيبقى عندك 10 ايام ماكسيم، وبعد كده اول فاينل اللي هو باذن الله فاينل الكوميونيتي. فانت ما عندكش سبيس كبير بعد اخر راوند انك تلم ال4 مواد اللي فاتوا. يعني ال10 ايام دول يا دوبك يقضوا ان انت تذاكر الكوميونيتي، لان الكوميونيتي كبير. فاحنا عايزين
نعرف ازاي كل راوند هنخلص الراوند اللي فيه، هنخلص المادة او نمشي ازاي طول السنة. اولا كده المواد ودرجاتها وكل مادة بتمتحن عليها قبل كام نمرة واخر السنة امتحانات ايه. هنبتدي بالرمد، انا ببتدي كده لان انا ده السيستم اللي مشيت بيه، انا مشيت رمد اي ان تي كوميونتي وبعد كده فرايت، فده اللي انا فاميليار بيه. اول حاجة الرمد هيبقى فيه امتحان اند راوند، الراوند كله شهرين فاخره بتمتحن اند راوند. الاند راوند ده عبارة عن امتحان عملي، مفيش ام سي كيو، مفيش اساي في الاند راوند بتاع الرمد. الامتحان العملي ده عبارة عن 30 درجة سلايدز، امتحان سلايدز 30 درجة، عبارة عن 5 سلايدز او 6 سلايدز بيتعرضوا، وكل سلايد عليها سؤالين او 3. مثلا سلايد صورة وبعد كده دياجنوزس تو كومبليكيشن مين لاين اوف تريتمنت، او صورة انفستيجيشن ساين تريتمنت، وهكذا. ده امتحان 30 درجة. بعد ما نخلص بإذن الله تقسيمة الدرجات، تقسيمة الامتحانات، هنشوف كل مادة كل امتحان فيها يتذكر له ازاي، العمل ازاي، والنظر ازاي. في امتحان تاني اللي هو السكيلز، ده ب 15 درجة. السكيلز عبارة عن بيبقى هو الامتحان كله اسمه سكيلز، بس هو بيبقى فيه ستيشن سكيلز دي بخمس درجات، وفي تو كيسز بيشنت، بيشنت قاعد قدامك والورقة فوقيه كده مكتوب examine the right pupil او examine the cornea او examine the left eye مثلا. والبيشنت ده هيبقى عنده حاجة في عينه، هيبقى عنده مية بيضة، هيبقى عنده حاجة اسمها فليكتن، هيبقى عنده حاجة. المهم انت في steps للexamination عارفها وبتبص بالsteps دي، واحد مفيش حاجة، اتنين مفيش حاجة، تلاتة مفيش حاجة، اربعة في مشكلة وتوصفها، خمسة ستة مفيش حاجة، وفي الاخر خالص تكتب diagnosis وهكذا. وفي ريسيرش ب 20 درجة في الرمد، وبإذن الله طالما أنت كوأبريتيف مع المشرف على الريسيرش عندك ال 20 درجة بتاخدها ومفيش مشكلة. في بعض الستاف ممبر بيبقوا شديدين شوية في حتة الريسيرش، إن أنت لازم تروح لتكست، ما ينفعش من الويب، إن أنت لازم تروح لتكست معين، إن أنت لازم تجيب تكست من المكتبة ويقول لك التكست وهكذا. طالما أنت كوأبريتيف بإذن الله ال 20 درجة تضمنها ومش مستاهلة إن أنت تخسر منهم ولا غيرها. كده 30 درجة و 15 و 20 تقريبا 65 درجة، دي درجات الاند راوند بتاعت الراوند. بعد كده يجي الفاينل. الراوند هو المادة الوحيدة اللي فيها امتحان عملي اخر السنة، باقي المواد بتعتبر انك طالما خلصت الراوند وامتحنت اند راوند ده كده العملي خلص. ففي امتحان عملي راوند في اخر السنة بيبقى عبارة عن برضو سلايدز، نفس الامتحان بنفس الطريقة بنفس الكونتنت بنفس كل حاجة، بس ب40 درجة. وبعد كده الاسي، امتحان الاسي بتاع الرمد ب 50 55 درجة تقريبا، والام سي كيو عبارة عن 35 ام سي كيو، كل واحدة بدرجتين كده 70 درجة. وفي اورال ب 20، الامتحان الرمد كله على بعض، مادة الرمد كلها على بعضها ب 250 درجة. الاساي بتاع الرمد اساي لطيف، عبارة عن enumerate، هتلاقي السؤال بسبع درجات ممكن تكتب فيه ست كلمات بالظبط، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، والدرجة تنزل على الست كلمات دول. ده في ميزة وفي عيب. اولا ما بتكتبش كتير، انت هتخلص قبل نص الوقت ده تمام. تاني حاجة مفيش بقى explanation، مفيش كتابة، مفيش حاجة، انت عارف المعلومة بتكتبها بتاخد الدرجة. المشكلة في ايه؟ المشكلة ان انت لو داخل بالمنهج اسطمبة كده زي ما هو، المنهج مش سلس في دماغك، مش مترتب في دماغك، لا قدر الله ممكن تنقص منهم كتير، لان زي ما قلنا الدرجة على كلمة او كلمتين، في كلمة كده تكتبها تاخد الدرجة، تكتبها تاخد الدرجة، وهكذا. هنقول ازاي باذن الله نتعامل مع الحكاية دي. تاني حاجة الام سي كيو درجاته كتير، الواحدة درجتين، فبرضه هنتكلم ازاي نحل المشكلة دي. تاني مادة هي الـ ENT، الأنف وأذن، المادة السهلة في السنة. أولا المادة نفسها صغيرة مش كبيرة وسهلة. ثانيا مفاجأة، المادة ما فيهاش اسئلة. ثالثا مفاجأة تانية، اللي بتمتحن عليه في نص السنة ما بتمتحش عليه في آخر السنة، هي دي المادة الوحيدة اللي فيها امتحان في نص السنة. دي كانت مفاجأة لينا الصراحة، يعني احنا دخلنا الفاينل وقبل الفاينل بشهر تقريبا عرفنا ان اللي امتحنا عليه مش هيخش تاني، وهي اصلا ماده صغيره، ففضلنا مقلقين لحد ما طلعنا من الفاينل. وبعد ما طلعنا من الفاينل فضلنا مقلقين هم ممكن يعملوا معانا ايه،
بس الصراحة هما طلعوا ناس ذوق جدا و المادة يعني لطيفة. فالاند راوند هتمتحن امتحان سلايدز برضو عليه 40 درجة، وامتحان برضو سكيلز او كيسز بتخش على تو بيشنتس، او ممكن يكون واحد منهم دكتور وبيمثل. اول واحد بتاخد منه هيستوري، بتاخد منه تاريخ مرضي عن الحاله اللي عنده، هيقول لك مثلا ان هو عنده بليدنج، هتبص كده فوقيه هتلاقي ورقه بليدنج فروم رايت اير، بحاول ما تخش تبص ان في ورقه فوقيه عشان دخلت وقعدت وفضلت تقريبا دقيقه مضيعها ان انا مش عارف هو عنده يوم مستني هو يتكلم وانا متوتر وبعرق والاوضه فيها 10 يعني الدنيا كانت مأساوية. بص فوقيها هتلاقي bleeding from right ear take history وانت بدأ على طول. وده كان يعني انا قعدت مع patient دقيقة ونص و patient دقيقة، فالامتحان محتاج برضو سرعة وان انت تكون قاري المفروض تقوله او المفروض تعمله كذا مرة. وتخش بعد كده على patient التاني. patient التاني بيبقى examination، بتعمل examination لحاجة معينة، بيقولك مثلا examine النوز، اكزامن الاوروفارينكس، اكزامن التيمبانيك ميمبرين، وهكذا. كل ده بتتعلمه في خلال الراوند. طيب وبعد كده في ريسيرش. الريسيرش هنا عليه 5 درجات، وفي 5 درجات غياب. الغياب ده بيتقسم على غياب المحاضرات، وكان عندنا غياب على الكتاب. الكتاب بيبقى مختوم وبناخد عليه تقريبا 2 درجات غياب و3 درجات على غياب المحاضرات. وبعد كده بعد اجازه نص السنه، بعد الاجازه بتمتحن امتحان ميدير ام سي كيو على تقريبا نص المنهج، او هو نص المنهج. بيكون الاير ما عدا موضوعين ثلاثه، وموضوع من مثلا الثروت وموضوع من النوز. فبتمتحن امتحان 40 ام سي كيو ب 40 درجه على اللي خدته في الترم الاول. وبعد كده اخر السنه خالص بتمتحن امتحان ثاني. الامتحان ده بيبقى برضو ام سي كيو، مفيش اساي. ما اعرفش بقى سنتكم ممكن يغيروا رايهم ولا لا، بس هم بقى لهم كذا سنه ماشيين على كده. بيبقى 80 ام سي كيو 80 درجه، وامتحان اورا لطيف كده ب 20 درجه، والماده كلها درجاتها ب 200. في مشكله، انت فعلا اللي امتحنت عليه الترم الاول مش هتمتحن عليه الترم الثاني، بس مفيش حاجه اسمها كده في الاورا. الدكتور ممكن يسالك في اي حاجه في اي وقت. فيعني في الفاينل تكون قاري الترم الاول كده قبل الاورال بشويه، او تكون قاريه في وسط مذاكره الفاينل. لو انت حاسس ان انت زهقت من دح الام سي كيو، اقرا بس حاجه كده من الترم الاول او خش من غيره، يعني بعد كده ماده الفورنزكس. ماده لطيفه جدا وممتعه. الاند راوند بتاعها تمتحن امتحان عملي. العملي ده برضه سلايدز، هيبقى 37 درجة. بيعرض مش فاكر بالظبط، كان 8 سلايدز 9 سلايدز حاجة كده، وكل سلايدز عليها درجات. المادة دي في الحقيقة مادتين، مادة الشرعي، الطب الشرعي. ده بيتكلم بقى عن الجروح، الأسباب الوفاة، تشخيص الوفاة، والأعراض أو العلامات اللي بتظهر بعد الوفاة اللي ممكن تشخص بيها سبب الوفاة، وحاجات تانية في الطب الجنائي والشرعي زي حالات الفاير ارم او الطلق الناري او العيار الناري، حالات التعذيب، حالات التشايلد ابيوز وحاجات الريك. بعد كده الماده الثانيه التوكسو. التوكسو دي عباره عن السايد افكت اللي كنت بتاخده في الفارما، بس مضاف اليه حاجات ثانيه موجوده في حياتنا اليوميه. ماده السموم، حاجات زي مثلا كربون مونوكسيد، ساينايد، السموم المتوافره حوالينا، غير الادويه. وطبعا انتوا تهريتوا ادويه، بتتهربوا تاني ادويه. فالفاينل بيبقى عباره عن سلايدز، اغلبها فورنزك، اغلبها سلايدز شرعي. صوره مثلا جرح وتشخصوا وفاه وتشخص سببها، جثه وتشخص هي مقتوله من كام ساعه او ماتت من كام ساعه. وبيكون في كام سلايد توكسو، اي سي جي، حاجات خفيفه كده من التوكسو. وبعد كده العملي، دول 37 درجة زي ما قلنا. في 3 درجات على السي بي ار، انت في راوند بتتعلم فيه سي بي ار على مانيكن او موديل. بعد ما تخلص امتحان السلايدز بتطلع من المدرج، بتخش مع مدرس وقدامه المانيكن اللي اتعلمت عليه، يقول لك اعمل سي بي ار، بتعمله بالخطوات اللي انت اتعلمتها، بتاخد 3 درجات وبتروح. في امتحان تاني ام سي كيو، وهنا بقى هنبتدي بيبقى في امتحانات نظري بيور في الاند راوند ب 20 درجة، 10 و10، 10 فرنزكس و10 توكسو. آخر السنة بيفضل لك تقريبا 120 درجة.
اساي وام سي كيو الاثنين ب 100 درجه 50 و50 او 55 45، وطبعا كل واحده مقسومه اثنين فورنزكس و توكسو. يعني لو مثلا قلنا ان في 40 درجه ام سي كيو فهم 20 فورنزكس و20 توكسو وهكذا. التقسيمه بالظبط كام وكام يعني ما تشغلوش بالكم بيها، هي كده كده ممكن تتغير من سنه لسنه، وانا ممكن يقع مني 5 درجات او ازود 5 درجات. المهم السيستم عامل ازاي او البروبورشن الكبير عامل ازاي. بعد كده في امتحان شفوي ب 20 درجه. مشكله الفورنزكس ان اخر السنه احنا كان عندنا 4 ايام بس لمادتين، هم مش ماده واحده، فيومين بذاكر فيهم فورنزكس ويومين بذاكر فيهم توكسو. تاني مشكله ان التوكسو زي الفارما بالظبط، يعني لو ما ذاكرتوش اربع مرات عشان ما نتخبطش بيخش في بعضه. وفي مشكله تانيه في السورس هنتكلم عنها لما هنتكلم عن سورسز المذاكره. اخر ماده هي ماده يعني ممكن تكون تقيله في مذاكرتها، درجاتها كتير، لكن مفيش ناس كتير بتتضايق من درجة. سهل جدا تجيب فيها درجة لو انت بس قاري الدنيا فيها. الكوميونتي اكبر اند راوند، الاند راوند كله عليه 120 درجة. اكبر امتحان نظري في اند راوند ام سي كيو 60 درجة، بتمتحن عليهم بعد شهرين من المادة، بتمتحن على جزء بس من المادة اللي هو بارت 1 هنتكلم عليه اكتر في السورس. وبعد كده بيبقى فيه امتحان عملي ورقة بيقولوا عليه أسبي، بس هو الحقيقة بيبقى فيه ورقة وفيها صور وكل صورة تعلق عليها جراف مثلا، ويقول لك كومنت ويسألك أسئلة عليه، أو مثلا يوريك أداة من الـ Personal Protective Equipment ويقول لك إيه دي وبنستخدمها فين. حاجات كلها سهلة ولطيفة بإذن الله تعمل معاها. والمشكلة بس في العملي بيبقى الحتة بتاعت الـ Research Methodology والستادي ديزاين وهكذا، في ناس بتستثقل الحته دي. هو جزء صغير لو اديته اهتمام في خلال الراوند باذن الله الموضوع هيبقى. وبعد كده بقى في 40 درجه، ال 40 درجه الحقيقه دول يعني ما فيهمش تعب، هم متقسمين على ان انت بتحضر الراوند، الراوند اللي هو اللي زي السكشن مش الراوند الشرح والمحاضرات في المدرج. الراوند ده هو بتبقى مجموعه صغيره تقريبا 10 15 بالكتير مع دكتوره، وبتقعدوا بقى تتناقشوا في حاجه تحلوا، بيبقى فيه ورك بوك كده الاسم عامله. فحل الورك بوك وحضور الراوند بيبقى فيه ريسيرش لطيف كده صغير تقريبا عليه 10 درجات، بيبقى فيه حضور المحاضرات عليه درجات بيقولوا عليه 4 بس الحقيقه احنا ناقصنا 2. في كويز بتمتحن كويز كل اسبوعين بدايه من تقريبا ثالث اسبوع او ثاني اسبوع. كل كويز بيبقى كل اسبوعين على الحاجه اللي انت ذاكرتها في الاسبوعين اللي قبليه، والكويز بيبقى ب 10 درجات بتمتحنه في مدرج معمل الكمبيوتر المركزي. بتمتحن تطلع لك الدرجه كده قدامك اول ما تخلص. بتمتحن 3 امتحانات، هما بياخدوا احسن 2 واحسن 2 دول يقسموهم على 2، فبالاخر الدرجه بتبقى 10. وبعد كده في زيارات، اسم لطيف الحقيقه، بتروح مثلا محطه ميه، مصنع، مكافحه العدوى اللي موجوده في مستشفى النساء، اسم الجيرياتريكس بس هو حاليا بيتهد ويتبني من جديد فهم اللي بيجوا لنا. يعني بتعمل اكتيفيتيز كده وتكتبها في اخر الورك بوك، بيبقى في معاك تشيك ليست كده بتعملها، شفت ايه ما شفتش ايه، اللي شفته توصفه وهكذا، كل حاجه من دول عليها درجه. اخر السنه برضو درجات كتير قوي، الاساي ب 60 درجه، الام سي كيو 90 درجه، واورال 30 درجه. هم دول الاربع مواد، هنشوف دلوقتي نذاكرهم منين والدنيا فيها. دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن الدرجات وتقسيمة الامتحانات وكل امتحان عليه درجة، هنتكلم عن مادة مادة، ايه المكان اللي نذاكر منه، ايه السورس اللي نذاكر منه، ايه الطريقة اللي نذاكر بيها، ازاي نفهم المادة، وايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا في كل مادة. أول مادة هنتكلم عنها هي الرمط. الرمط هنتكلم الأول عن النظري. النظري بالنسبة للنظري في كذا سورس تذاكر منه. في أولا كتاب الاسم، وفي دكاترة تدي دروس، دكاترة ستاف عندنا في الكلية منهم دكتور سبيلم ودكتور حنفي. بالنسبة لكتاب الاسم وورق دكتور حنفي أنا شخصيا مجربتهمش، بس في زمايلنا كتير جربوه ودخلوا بيه والفاينل يعني ريزلت كانت كويسة. أنا شخصيا جربت كسورس مايند مابس دكتور سويلم. دكتور سويلم في إجابة المنهج أو المايند مابس يعني بتعرض المنهج بطريقة مختلفة شوية عن الكتاب.
ما بتاخدش الكلام كباراجرافس وكتابة، لكن بتعرض المنهج في صورة كلمات ودايجرامز وأسهم وحاجات مخصوصة فوق بعض. بتلاقي الصفحة متقسمة 3 حتت مثلا، ممكن الصفحة الواحدة يكون فيها 3 أمراض بالعرض، تقعد كده 5 صفح بتقارن ما بين مرض أو مرضين بالعرض. ممكن تلاقي كلمات، مجرد كلمات مترتبة فوق بعض، مش باراجرافس وشرح كتاب. ده في ميزة وفي عيب. ميزته إن أنت آخر السنة بتبقى مطالب بكلمة أو كلمتين هما دول اللي عليهم الدرجة. عيبه إنه صعب جدا تفهم أو تمشي مع الكلام من أول مرة، يعني صعب إن أنت تقرأ الكلام ده لأول مرة من غير ما يكون اتشرح. فأنا نصيحتي الشخصية إن ده سورس كويس للمذاكرة، بالذات للإيسي. أولا هيرتب الكلام، هيعرضه بطريقة سهلة، هي تبان إن هي يعني كتير لكن الورقة بتخلص مفيش في أقل من دقيقة، وبترص المعلومة بطريقة سهلة لو هي أنت فاهمها كويس ومشروحة قبل كده كويس. لكن منصحش بيها الواحد مش هيسمع دكتور سويلم أو مش هياخد مع دكتور سويلم، هيبقى صعب إن هو يمشي مع الكلام، لأن فيه زي سكيم معينة للكلام أو طريقة معينة للكلام صعب إن أنت تطبق شرح حد تاني عليها، لأن ممكن شخص آخر يشرح نفس الكونتنت بطريقة تانية تلاقي تحس تمشي مع الكلام تلاقيه مش ماشي معاه. فاللي أنا عملته إن أنا سمعت وحضرت الدكتور سويلم وذاكرت النظري من المايند مابس. لكن زي ما قلت في الأول إن مش شرط إن ده نفع معايا، ينفع مع أي حد. لكن في مشكلة في آخر السنة إن أنت هتقف قدام منهج هتفلوس فيه، هتتعامل مع الأمراض كبلوكس، إن الساينز 1 2 3 4، إن السيمتومز 1 2 3 4، وإن أنت مش هتفهم المرض ككيس، يعني مش هتفهم المرض إن عيان عنده 39 سنة جه العيادة عنده سكر وعنده ضغط بيشتكي من 1 2 3، إن نظره طاح مرة واحدة وفحصنا له لقينا كذا وكذا والديفرنشال دايجنوس. لو أنت بتتعامل مع الأمراض ك ساينز 1 2 3 4، سيمبتومز 1 2 3 4، كومبليكيشنز 1 2 3 4، تريتمنت 1 2 3 4، هيبقى صعب ان انت تتعامل مع البيشنت او المرض بيشنت وايز او كلينيكال وايز. ودي هي دي طريقه الكيسز اخر السنه. فمهما كان السورس اللي انت مذاكر منه، حاول المذاكره بتاعتك تكون على تو ليفلز. اول ليفل او اول مستوى هو ان انت لازم تكون عارف الساينز 1 2 3 4، لازم تكون عارف ان الساينز بتاع المرض الفلاني تعرف تقولها، او ان لما اقول لك الساينز دي تعرف ان هي المرض الفلاني، السيمتومز دي تعرف ان هي المرض الفلاني. لازم تكون عارف خطة العلاج الكاملة بتاعت المرض اكس، لازم تكون عارف الشكوى او كل الشكاوى اللي ممكن يشتكيها المريض اللي عنده مثلا سنتر ريتان ارتري اوكلوجن. يعني في 3 انواع من المرضى هيشتكوا 3 انواع من الشكاوى، لازم تكون عارف التلاتة. وفي نفس الوقت لازم تجيب الموضوع بالعكس، ان انت مش تكون حافظ الساينس وتعرف المرض، وان انت اقول لك المرض تسمع الساينس، ان انا لما اقول لك ساين او اتنين دماغك تروح ناحيه مرض معين، لما اقول لك ساينس تالت تقول لا ده مش ايه ده بي، او مثلا اقول لك تو ساينس فتقول لي والله انا شاكك في 1 و2 و3 و4، فاديك ساين كمان تقول لي لا ده هو مرض واحد بس اللي ينفع كده. الطريقه دي حاول تدرب دماغك عليها في المذاكره. بالنسبة للإيسي، هتذاكر السورس منين؟ قلنا في مايند مابس بتاع دكتور سويلم، ودي نصيحتي الشخصية. في كتاب الاسم مجربتوش، وفي ورق دكتور حنفي برضه مجربتوش، ولأني دكتور حنفي كان من ستاف وحدتي وهو دكتور يعني رائع جدا في الشرح ورائع جدا في، يعني أنا محتاجتش أذاكر التوبيك اللي هو اداهولنا، كان ادانا اللينس والكاتركت، محتاجتش أذاكره يعني تاني بعد كده، هو بشرح الدكتور دخلت بيه ده. قلنا بعد كده في عشان الشرح او اللي هتسمعه او اللي هتحضره، في دروس دكتور سويلم، في دروس دكتور حافي، في الراوند نفسه بيشرح نظري والشرح في معظمه اكتر من رائع. في مشكله بسيطه بس ان ممكن ما يغطيش المنهج كله، فانت قدامك كذا اوبشن. قدامك ان انت تحضر الراوند كويس وتذاكر الماده واللي يقع تسمع، قدامك اوبشن ان انت تاخد درس وده انت مش مضطر ليه تماما، لان الشرح
كويس جدا، ويا دوبك حتت صغيره اللي بتقع ممكن تسمعها. تاني حاجه ان التسجيلات موجوده، فانت مش مضطر تاخد درس. وبعد كده ممكن قلنا تحضر تسمع الواقع، تاخد درس، ممكن تسمع تسجيلات سواء دكتور سويلم او دكتور حنفي. وفي كنز اللي هو دكتور كفراوي الله يرحمه. دكتور كفراوي كان عميد الكليه قبل ما احنا نخش الكليه بسنه، يعني سنه 2012. معرفش الصراحه كان عميد كام سنه، وتوفى قبل ما احنا نخش الكليه باقل من شهر. قدرنا ان احنا ما نتعلمش من قامه كبيره زي الدكتور استاذ رمض، وهي عميد الكليه، ليه شرح اكتر من رائع، يعني عمده في رمض. ليه شرح تسجيلات وليه شرح فيديوهات، والفيديوهات اللي كان بيصورها كان بيجي من طب الازهر اللي عندنا، كان بيعمل محاضرات في المحلاوي اعتقد او في مكان تاني بصراحه، مش يعني شكل الفيديو ما فهمتش المكان فين، بس هو غالبا المحلاوي، وبيسجل ويصور. والدكتور الله يرحمه عرفت من واحد زميلنا ان هو كان بيحاول يعمل نسخه تانية من الفيديوهات دي بطريقه احسن، بكاميرا شخصيه يتصور هو لوحده، بحيث ان هي تبقى مع كل الطلبه، مع كل طلبه الطب. كان بيجي له الناس من قصر العيني، كان بيجي له الناس من الازهر، كل الناس اللي في الكليه بتحضر له، شرح المنهج كله صوت وصوت. مشكله الفيديوهات دي الوحيده، ولو انها مش مشكله في وجهه نظري، هي الاسهاب، ان الدكتور بيشرح تفاصيل تفاصيل في كل تفصيل. مثلا ممكن توبيك تلاقيه موجود له تسجيلين في دكتور سويرم ودكتور حنفي، تلاقي دكتور كفراوي بسم الله ما شاء الله شرحه في 6 محاضرات، كل محاضره ساعتين، 7 محاضرات كل محاضره ساعتين، لانه ما بيسيبش حاجه صغيره ما بيشرحهاش، ما بيسيبش سكريننج تيست ما يشرحوش، ما بيسيبش ساين ما يشرحهاش، هي ليه ومين اللي اكتشفها واكتشفها ازاي وعملت ايه، شرح ممتع جدا. فلو انت هتذاكر الرمض في السنه كلها، يعني ما تفوتش على نفسك انك تسمع قامه عظيمه زي دكتور كفراوي الله يرحمه. طيب هذاكر الرمض ازاي؟ اولا بس قبل ما نذاكر الرمض ازاي، نقول العملي ونقول الام سي كيو، بحيث ان احنا نكون خلطينا كل حاجه قبل ما نخش في النصايح. العملي زي ما قلنا بيبقى فيه امتحان سلايدز في اخر راوند، وامتحان سكيلز وكيسز برضه في اخر راوند، واخر السنه بتعيد نفس امتحان السلايدز تاني. طبعا مش نفس السلايدز، بلاش، مش حرفيا قصدي، يعني امتحان شبهه جدا، نفس الطريقه نفس السكيم، صور، حتى صور ممكن تتكرر من امتحانات تانية. السورسز ليه، انت عايز تذاكر صور، تشوف صور، وعايز في نفس الوقت تذاكر نظر. هو اللي بيتعمل ايه، الامتحان بيعرض لك صوره ويسالك عليها سؤالين ثلاثه هكذا، منشن تو ساينس، منشن تو كومبليكيشن، منشن تو. فانت لو مذاكر النظري وعارف النظري طول الراوند، انت مش محتاج غير ان انت تعرف الصور، تتفرج على الصور بتاعه كل ديزيز. تتفرج على الصور منين؟ اول حاجه في منظمه اطباء، دي من سنه دفعه 2018، يعني اكبر منها بدفعتين، فيها مغطيه تقريبا 98% من السلايدز اللي بتيجي كصور، مش يعني كمرض، مش كصور، لان الصور ماليه الانترنت، ومفيش مرجع ممكن الدكتور يجيب منه او ما يجيبش منه. يعني الصور الدكتور بيجيبها من الانترنت طالما فيتنج الكرايتيريا بتاعت الصور اللي بتدرس الاندر جراد، والدكتور بيجيب صوره وبينزل عليها سنه على حسب الدكتور اللي بيحط امتحان الوحده دي في الوقت ده. فملزمه اطباء من حاجه مجمعه، ملزمه برضو تمسكها في ايدك تراجع فيها في اي حته، فيها صور وفيها الاسئله اللي ممكن تتسال عليها، يعني هتلاقيها رص الساينز، رص الكومبليكيشن، رص الانفستيجيشن، رص التريتمنت وهكذا. في الامتحان يقول لك منشن 2 منشن 3 وهكذا. مهمه جدا ان انت تبدا تذاكر منها، بحيث ان انت تعرف ايه اللي عليك، ايه اللي مش عليك، ايه اللي مهم تذاكره. بعد كده بقى تذاكر الباوربوينتس بتاعت الكليه، كل دكتور وكل وحده بيعمل باوربوينت وبينزلها. دكتور سويلم ليه باوربوينت موجوده، الفلاش عليها باوربوينتس كتير قوي. وفي حاجه لازم اقولها بالاسم، دكتور اماني. دكتور اماني من احسن الحاجات اللي هتقابلها في سنه رابعه، ومن حظي شديد جدا ان هي كانت في وحدتي في الرمض، هي المسؤوله عن التيتشنج في الوحده، واعتقد هي المسؤوله عن التيتشنج في الاسم ده اعتقادي. فدكتور اماني بتعمل مراجعه قبل الاند راوند، وبتعمل مراجعه اخر السنه قبل امتحان البراكتيكال.
بتكرر برضو كل الديزيزز وفي كل الحاجات اللي ممكن تيجي عن الديزيز، وبتناقشنا في كل السلايدز، اي سلايد مش متاكد منها، اي حاجه مش عارفها بتسال منها. والدكتوره يعني ربنا يجازيها كل خير عملت لنا جروب على الفيسبوك، وكنا بتصدعها باسئله 24 ساعه قبل الفاينل. كنا اي حد مش لاقي يعني قدامه سلايد جابها من الله اعلم من نظريه اونلاين، جاب صوره ويسال الدكتوره فيها، والدكتوره تقول لنا دي صوره ايه وتشخيصها ايه وعلاجها ايه وهكذا. فيعني ما تفوتش رابعه من غير ما تستفيد من الدكتور اماني ومراجعتها. ده كده بالنسبه للسلايدز، قلنا الملزمه او الباوربوينتس او مراجعه الدكتور اماني. يا ريت يعني الموضوع مش صعب ان انت تعمل الثلاثه، تذاكر اولا من الملزمه، تذاكر التشابترز اللي هي متقسمه تشابترز بالديزيز بالحاجات اللي تتكتب، تذاكر بعد كده تفر الباوربوينتس وتحضر المراجعه. وطبعا الاسئله قلنا ان هي نظري مش محتاجه مذاكره خاصه بيها. بعد كده نيجي لامتحان الكيسز وامتحان السكيلز. اولا السكيلز دي بتاخدها طول الراوند، هيبقى في الجدول في ايام سكيلز، حاول تحضر الراوند كله، وبالذات حاول تحضر الايام اللي فيها سكيلز لان مفيش شرح تاني ليها بالتفاصيل دي. ممكن تحضر مراجعه في درس او حاجه، بس الفكره ان هي السكيلز هتتشرح في ممكن في حصه واحده السكيلز كلها، لكن في الراوند كل يوم بتاخد سكيل واحده بتتشرح، بتاخد حقها وبتعملها بيدك. تاني حاجة السكيلز، والكلمة دي هرجع اقولها تاني في الاي ان تي، حاول تنزل العيادة الخارجية بتاعت الرمد والاي ان تي تشوف الحكاية دي وهي بتتعمل على بيشنتس فعلا. تروح كده الساعة 9 الصبح العيادات الخارجية، العيادات الخارجية عند مستشفى البطنة. تروح للنايب تعرفه بنفسك، انا فلان فلاني سنة رابعة وعندي امتحان يوم كذا وعايز اتعلم اي حاجه، اي حاجه انت مش واخد بالك منها او مش مذاكرها كويس او مش عارفها كويس، مش عارف تعمل ازاي. اوفثالموسكوب مثلا، اوتوسكوب في الاي ان تي، عايز اشوف ليد اكزام، عايز تشوف حالات، اقف وتعلم، هتاخد خبره وهتتعلم حاجات كتير، وبالذات ان انت اوريدي درس النظري، وكل ما تنزل وانت دارس النظري بتاع الحاجه هتستفيد اكتر. ده كده قلنا النظري تذاكر ازاي، السلايدز تذاكر ازاي، السكيلز والكيسز. الكيسز برضو نفس الكلام، تنزل العياده. طيب السورس بتاعها منين؟ السورس بتاعها يا اما من تشيك ليست بتاع ايه المفروض تعمله مع كل كيس، ده بيتقال في الراوند، او بتلاقيه موجود في المايند مابس بتاع دكتور سويلم لو انت هتجيبها، او لو اي حد صاحبك هتفتح كده هتلاقي كيسز وسكيلز. صور بس التشيك ليست المفروض تعمل ايه، 1 2 3 المفروض تعمله في كل امتحان. يا ريت 1 2 3 دول يكونوا في دماغك وانت داخل، ما تسيبش لنفسك فرصه تفكر وتتلخبط. الدرجات دي درجات سهله جدا، خساره ضيعه. انا للاسف بدات بالرمد، فانا على ما فقت كان اند راوند جه، فعلى ما ذاكرت السلايدز كان الوقت خلص، فيعني خسرت درجات في رمد واي ان تي على حاجات يعني كان ممكن تدركها بسهوله في امتحان السكيلز، الحاجه الوحيده اللي ناقصتني. فخساره يعني، خساره تعبك يضيع بسبب ان انت مثلا تشيك ليست مش عارف ايه 1 2 3 المفروض تعمله. ده كده بالنسبه للرمد. بالنسبه للحل للام سي كيو، في كتابين لطاف، واحد ابيض واحد ازرق. الابيض موجود، هو مش عارف واضح ولا لا، ام سي كيوز اوف سبوتلايت اند اوفثالمولوجي. ده كتاب لطيف، مستو اولا اخر سنه كتير بيجي منه، ما تعتمدوش على الحكايه دي ممكن تتغير، لكن الاهم ان هو بيدرب دماغك ازاي تتعامل مع كيس. يعني مثلا لو قال لك عيانه عندها دايابيتس بقالها 15 سنه، النهارده الصبح مش شايفه حاجه وسكت، انت المفروض يكون في دماغك 1 2 3 و4، هم اربع حاجات هم دول اللي في دماغك، ومستني كلمه انت عارفها عشان تبتدي تتصرف، عشان تبتدي توجهك ناحيه مرض معين. الكتاب ده الى حد ما بيعلمك كده، وبرده ترجع للنظري وترجع للدكتور وهكذا. الكلام ان انت تبقى عارف الديزيزز وكده ممكن ما يتشرحش بطريقه مباشره، ممكن ما يتشرحش، لازم انت تحاول يا تحاول تتعب فيه يا تحاول تحضر او تحاول تسال او كده. طيب ده كده بالنسبه للرمد النظري والعملي والام سي كيو وكل حاجه. طيب نتكلم عن الاي ان تي. الاي ان تي كنظري السورسز بتاعته في كتاب الاسم،
وفي 2 دكاترة، واحد كان بيدي دروس واحد لسه بيدي دروس، دكتور محمد سعد ودكتور عمرو جودة. ورق دكتور عمرو جودة، دكتور عمرو جودة بطل دروس من سنتين أعتقد، مش عارف مش متأكد من المدة بالظبط، فورقه ممكن يكون قديم لكن كويس جدا، وفي ناس استخدمته وجابت درجات كويسة. وفي توبكس ممكن تكون اكتر من منهج بس ممكن تتسال، يعني ممكن الدكتور يسال فيها، ممكن تكون موضوع ليه علاقه بموضوع فيجي فيه ام سي كيو وهكذا. برضو ورق دكتور محمد سعد وكتاب الاسم. الاي ام تي ماده سهله، اي سورس تذاكر منه هتأدي منه، لكن بصراحه الكتاب يعني ممكن يكون كبير شويه، في مواضيع شبه بعض، الكتاب بيتكلم في كل موضوع لوحده، مش مجمع المواضيع اللي شبه بعض مع بعض. الورق مثلا ممكن تلاقي الورق متقسم 5 خانات، كل خانة فيها ديزيز، بحيث ان بتدرس الـ5 ديزيز اللي شبه بعض مع بعض. انا شخصيا يعني الورق بيسهل عليك المذاكرة وبيسهل عليك الدرجات، الكتاب بيعلمك مهارة ان انت تستخلص المعلومة، الاتنين مهمين جدا، بس انت واولوياتك. يعني انت لو عايز تعتمد على كتاب وتعرف ازاي تستخلص معلومه من وسط تكست، او انت النمبر 1 عندك الدرجه. فانا دي كل الاوبشن، وده مش مجال ان انا افضل اوبشن على اوبشن، لان الثلاثه هيأدوا الغرض في الاخر، لان زي ما قلت الماده ما فيهاش اساي، مش محتاج مثلا ترتب الموضوع في دماغك، انا هقول 1 وبعد كده 2 وبعد كده 3، لا الموضوع ام سي كيو، فبالتالي عارف المعلومه تختار بس. فدلوقتي في كتاب الاسم، ورق دكتور سعد، ورق دكتور جودة. بالنسبة هتفهم منين او سورس المذاكرة او اللي هتسمع منه، في المحاضرات دي بتبقى محاضرة كل سبت. هنا بقى المنهج مش بيتشرح في الراوند، المنهج النظري ما بيتشرحش في الراوند، الراوند بيبقى عبارة عن هيستوري تيك، ازاي تاخد هيستوري بتاع مرض، بيشرح مقدمة بسيطة عن المرض وبعد كده الهيستوري تيكينج بتاع المرض ده، او مثلا اكزامينيشن بتاع حاجة معينة. فبالتالي المحاضرات بتبقى امتى؟ المحاضرات بتبقى كل يوم سبت، بيتاخد فيها بوب كويز ممكن عليها 3 درجات غياب، حظك بقى تحضر المره دي ما يتاخدش، تغيب المره الجايه تتاخد، عملت فيها في الثلاثه الحمد لله، في 2 هو الحقيقه تتاخد عندها 2 ما تتاخدش الثالث، فيعني الحمد لله. ومفيده، معظمها بيبقى دكاتره بتسمع من كذا راي، برضو دي حاجه مهمه جدا في الطب، ان انت ما تاخدش راي واحد، ما تاخدش اكسبيرينس واحد، ان انت تسمع كل اللي موجود. وبرده عندنا في الكليه قامات، هتبقى انت خسرت لو ما استفدتش منها. ده كده بالنسبه للمحاضرات. برده في تسجيلات دكتور سعد، وفي تسجيلات دكتور هدى، وفي درس دكتور سعد، وات ايفر سورس هتمشي بيه، الموضوع سهل جدا. بس يعني يستحسن تمشي طالما في محاضره كل سبت، خلاص المادة دي حاول ما تشيلش همها ان انت تذاكرها في حيز صغير، امشي معاها كل سبت. وبرضو المادة مش هتسيب لك، يعني مش هتوقعك ان انت في امتحان ميدير، فبالتالي انت هتذاكر لحد نص السنة، اللي ذاكرته ده مش هيخش في اخر السنة، هتحطه على جنب وتذاكر النص التاني اخر السنة برضو مع المحاضرة كل سبت. فبحاول ما تسيبش نفسك ان انت تكوم عليك، لو انت مثلا هتسمعه او هتحضر، ما تكومش مذاكرة شابتر كامل أو أورجن، هو متقسم إير نوز أند ثروت إي إن تي، فما تسيبش مثلا إير كلها لحد ما يجي الامتحان وتقعد تذاكر في أجازة نص السنة، حاول كده مع كل سبت هيبقى كم صغير تذاكره أسبوع بأسبوع، وكده أدي مادة شلت همها من آخر السنة هتعمل فيها. بالنسبة للإم سي كيو، مفيش سورس للإم سي كيو بيجي منه بالظبط، لأن من حوالي 3 4 سنين كان في سورس بدون ذكره كان بيجي منه الامتحان كوبي بيست، كان الناس بتقول خش احفظ ال1000 ام سي كيو دول هتخش هتجيب امتياز. الموضوع ده اتلغى واتعملت لجنه، اللجنه دي كل استاذ بيدي محاضره بيدي 10 ام سي كيو للجنه، واللجنه بعد كده بتاخد الكتاب، بتاخد ال10 ام سي كيو والكتاب، تطلع منه الام سي كيو، تعمل بنك اسئله، وبنك الاسئله بيطلع منه امتحان، فبالتالي اتس نوت بريدكتبل. فالسورسز اللي هنقولها للام سي كيو ده مجرد تدريب. ففي سورس دكتور محمد سعد عامل ورق، بس الورق مش متجاوب، فيتكلموا دكتور محمد سعد يجاوبه، هو قال ان هو عامله عشان ما يبقاش فيه اجابه، ان انت تحاول تفكر وتسال فيه. الورق اللي متجاوب ورق دكتور وهبه، هو ال 1000 ام سي كيو،
وفي امتحانات نموذج امتحانات السنة السابقة موجودة في ملزمة الامتحانات. ده كده بالنسبة للـ ENT. في امتحان في نص السنة إير هتذاكر له الترم الأول مع الراوند اللي أنت شغال فيه، أو لو أنت شغال في راوندين تقال ممكن ساعتها بقى تضطر تاخد أسبوعين ولا حاجة من أجازة نص السنة، أصلا أسبوعين، تاخد منها أسبوع ولا حاجة تذاكر فيه ENT، وبعد كده هتمتحن أول ما ترجع من أجازة نص السنة دايركت. وبعد كده آخر السنة في امتحان MCQ، يعني الدنيا سلسة وبسيطة ما فيهوش حاجة، هتمتحن مع الجزء التاني اللي انت مفتوش الترم قبل. بعد كده الفورنزك والتوكس. كده انت خلصت رمد و ENT دول ترم على بعض، كده الفورنزك والتوكس. الفورنزكس مادة جميلة جدا، لوجيك وممتعة، و كانوا بيقولوا عليها كونان، اللي هو انت في جريمة وفي سلاح جريمة وفي قاتل وفي مقتول وفي الموضوع، يعني ايه نفس البشرية بتميل للعنف بطبيعتها، فالموضوع بيبقى ممتع ولطيف. وتاني حاجة المادة ميك سنس، يعني دي حاجة انت السلاح دخل في عمل جرح شكله كذا، التروما هتعمل كسر شكله كذا، الموضوع لوجيك يعني، ففهمه مفهوش مشكلة ومش صعب. الاسم جميل جدا، دكتور ياسر المسؤول عن التيتشنج في الاسم، وكان في دفعتنا المسؤول عن سنة رابعة التيتشنج بتاع السنة الرابعة كله، دكتور يعني جميل جدا، من الشخصيات اللي الواحد يعني مبسوط ان هو قابلها. محاضرات برضو جميلة بتشرح، واسم لطيف ومتعاون. تاني حاجة بيعمل نظام، يعني انا اتمنى ان كل الاقسام تعمله، بيعمل حاجة اسمها الـ POS او السكشن بتاعه. الراوند زي ما قلنا في راوند محاضرات في الراوند، في سكشن في الراوند. السكشن او الراوند بيبقى عبارة عن حاجتين، سكيلز ده يوم، و POS ده يوم. السكيلز ده بتتعلم حاجة معينة، ازاي تقرا ECG، ازاي تقرا ABG arterial blood gas، نباتات معينة توكسيك بتبتدي تعرفها والاجزاء التوكسيك فيها، ده كده كل واحدة بتبقى في يوم وده بيبقى اسمه سكيلز. اليوم التاني الـ POS، احيانا مش فاكر الاختصار stands for ايه حاليا، بس الفكرة ان انت بتقعدوا في مجموعات صغيرة 10 مثلا او 12 ماكسيمم، بتقعدوا مع دكتور توكسو ودكتور فرنسي استاذ يعني قامة كبيرة، فبتاخد كيس، الدكتور بيدي كيس وبتقعدوا تناقشوا فيها وتطلعوا باجابات للكيس دي. الموضوع بيبقى اولا ممتع، ثانيا عندك بقى اي سؤال في الشابتر ده، هو غالبا الكيس بتبقى على اللي خدته قبلها، فعندك اي سؤال تقدر تسال الدكتور فيه، بيبقى فيه حاجه زي تقييم مباشر وتواصل مباشر ما بينك وبين الدكتور في اي وقت، اي حاجه انت وقعت بيها تقدر تسال مباشره. تاني شق من الماده هو التوكسيكولوجي او علم السموم. علم السموم يا اما ادويه او حاجات موجوده في الهاوس هولد، حاجات موجوده في البيت، غازات، سموم سم الحيوانات، سموم ممكن تيجي من الاكل، المبيدات الحشريه، كل ده كل ماده بتخش الجسم، الميكانيزم في اكشن، فارما تقريبا، سايد افكت، تعالجها ازاي، وبتاخد حاجه اسمها بقى الطب، بدايه الطب، الاستابلايزيشن، اي بي سي دي، او تو ديل وذ بيشنت، ده واحد جاي لك في الاستقبال اتصرف، فتبتدي بقى تمانج الاير واي، تمانج البريذنج، تمانج الكاردياك سيركليشن، وتتصرف بقى لو هو في كوما، لو هو في كذا. الموضوع يعني لطيف ولذيذ، مش مادة مصنوطة. مشكلة التوكسو ان هو سموم كتيرة، يعني كذا دواء، كذا سبستنس ممكن تبقى سمية، كل واحدة ليها كذا سايد افكت على كذا سيستم، فزي الفورما بالظبط. فزي ما انتوا في الفورما كده، كانش ينفع الواحد يذاكر الفورما مرة واحدة ويخش فاينل وام سي كيو واساي، نفس الكلام موجود في التوكسون، نفس الكلام موجود في التوكسون، ما ينفعش تذاكر التوكسون مره واحده وتخش الامتحان وتتوقع نتيجه ممتازه. فالتوكسو احسن طريقه ليه ان انت تذاكر كتير من غير ما تخش في عمق قوي، يعني ما تقعدش تحاول تحفظ، هحفظ يعني هحفظ، مش هتحفظ، هتبذل مجهود وهتتعب جامد، وهتخش يعني لو عملت كده مثلا في 3 4 توكسنز ورا بعض يخشوا ببعض. فالاحسن ان انت تقرا كويس واحد واحد، تمام، وبعد كده
خلصت بقى قريت التوكسنز وقريتها واحد واحد وفهمت كل واحد كويس، تبتدي تقراها مع بعض. مثلا البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر، هو اكشلي الكالسيوم شانل بلوكر مش عليها تفصيله، بس يعني الحاجات اللي شبه بعض اقراها مع بعض شوف هي بتعمل ايه. بالنسبه للسورس، اولا المحاضرات انا شخصيا كنت بحضر وكانت جميله. ممكن مثلا تغيب مره، في مره التوبيك ما يتشرحش، في مره ما تفهمش بنسبه عاليه، فبتسمع تسجيلات، في تسجيلات كتير. في بالنسبه للفورنزك في دكتور ياسر، دكتور ياسر هو اللي اتكلمنا عليه برضو الشرح اكثر من رائع. في حاجه بسيطه بس، ان دكتور ياسر التسجيلات دي قديمه شويه، فممكن يكون المنهج اتغير ان هو صغر، يعني بيشيلوا منه حاجات، فلما تسمع التسجيل تلاقي دكتور ياسر بيتطرق لحاجات كتير ممكن تكون انت مش مطالب بيها كلها. تاني حاجة ان دكتور ياسر بيحب يوسف برضو في الشرح، بيقول حاجات كتير مش مطالب بيها لكن بتفيدك في الفكرة. ففي حاجات كتير ممكن دكتور ياسر يقولها تكون مش من المنهج، وهو بنفسه قال لنا انتوا بس مطالبين بالكتاب اللي انا بطلع فيه بره ده عشان الفهم وعشان يعني knowledge، لكن الحقيقة معلومات مفيدة جدا كان بيقولها. طيب ده بالنسبة للشرح. بالنسبة للتوكسو برضه دكتور ياسر ليه تسجيلات توكسو، في تسجيلات دكتور حنان، في تسجيلات دكتور لطفي، وبرضه المحاضرات مفيدة، أي سورس منهم يؤدي الغلط، المهم هتذاكر منه. بالنسبة للفورنزك في ورق دكتور ياسر وفي كتاب الاسم. أنا الحقيقة مجربتش ورق دكتور ياسر، بس زي ما قلت إن هو قديم، دكتور ياسر بطل دروس بقاله فترة، فالورق ممكن يكون اوت ديتد، فالأضمن هو طبعا كتاب الاسم، وطبعا كتاب الاسم هو الأضمن في أي حاجة إلا لو في علة إن أنا أشوف سورس تاني بداله. كتاب الاسم برضو في التوكسو، امتحان الفورنزك بالفاينل اساي بيجي منشن كذا أو قول كذا، يعني مثلا causes of death، method ميكانيزم اوف death، medical legal importance، حاجات تبقى مترقمه 1 2 3 4، فبرضه الموضوع بيبقى سهل والكتاب منظم ولذيذ. هو ممكن يبان كبير بس هو اكشلي خطه كبير، فالموضوع سهل. زي مثلا شخص الوفاه مترقم 1 2 3 4 1 2 3 4 وهكذا، فالموضوع سهل وبسيط. بالنسبه للتوكسو هتبتدي تظهر المشكله ان الكتاب مهما يعني مهما كان اكيد مش واحد بس اللي هيكتبه، فبيبقى كل استاذ او كل دكتور بيكتب برانش معين او بيكتب توكسن معين. المشكله تظهر فين؟ ان التوكسنز في توكسن شبه بعض، يعني مثلا ممكن توكسن A وتوكسن B الاثنين ليهم سيمباثومايماتيك اكشن، طبعا انتوا لسه طالعين فريش من الفورمه فعارفين القصه، فاكيد لو في تو توكسن بيشتغلوا او السميه بتاعتهم بسبب ان هم سيمباثومايماتكس، فالافكت بتاعهم على الجسم تقريبا هيبقى واحد، ولكن بسبب ان في شخص كتب موضوع معين شخص تاني كتب موضوع تاني، هتلاقي ان الكلام مكتوب هنا بطريقه والكلام مكتوب هنا بطريقه، فهتحفظ ده لوحده وهتحفظ ده لوحده ومش هتعمل اي كورليشن ما بين الاثنين، فممكن ده يزود عليك الموضوع صعوبه شويه. تاني حاجه، اخر السنه كان عندنا 4 ايام بس تذاكر فيها الفورنزكس والتوكسو، في يومين ويومين اعتقد ان هي هيبقى صعب جدا من كتاب الاسم. في اوبشن تاني في زميلنا ربنا يبارك له، اعتقد ان هو ست قديم دلوقتي او سته، هي سته واحده، دكتور احمد وردي، جاب المنهج وعمله في صورة برضو ماين مابس وجداول بيقارن ما بين كذا توكسن مع بعض، التوكسنز اللي شبه بعض عاملها مع بعض، وجداول واختصارات، مش اختصارات في المادة العلمية، اختصارات في الكتابة. بيسهل برضو الموضوع، بيسهل ان انت تذاكره وبيسهل ان انت ترجع له، بيخلي الموضوع يعني مثلا توكسو اخر السنة بعد ما تكون ذاكرته مرتين ثلاثة بقى اخر السنة جاي له، ممكن تذاكره في يوم لو هو بإذن الله هيسهل منزل الدكتور أحمد الوردي، هتسهل إن أنت ترجع للمادة وتذاكرها في فترة قليلة. بالنسبة للعملي فهو عملي برضو امتحان سلايدز، والسلايدز عليها أسئلة نظري، فبالتالي برضو في ملزمة. الملزمة هي البداية زي ما قلنا برضو في الرمد، بتقريبا جامعة 95% من كل الأسئلة اللي ممكن تيجي، من الصور اللي ممكن تيجي، أنواع الصور اللي ممكن تيجي، لان برضه نفس المشكله ان اي دكتور ممكن يجيب اي صوره هو شايفها طالما فيتنج الكريتيريا، فبالتالي انت بتفعل من زمان عليها متقسمه تشابتر، بتبتدي تشوفهم صوره صوره وايه الكومنت اللي على الصوره، ايه هي التشخيص، ايه ممكن الاسئله تتسال، هيقول لك مثلا الجثه دي اللي انت شايفه عليها تقول مثلا رايجور مورتس او التخشب،
هتكتب بعد كده طب هي بقى لها كام ساعة الوفاة بقى لها كام ساعة، طب ايه الظروف اللي ممكن تعديها، ايه الظروف اللي ممكن تخلي اللي انت شايفه ده يظهر في وقت اقل في وقت اكتر وهكذا. ده كده بالنسبة للعملي. في سورسز تانية، في الاي لاب، والاي لاب ده مهم جدا ولازم تحضره، نصيحة مهمة يعني، انت لازم تحضر كل خميس، بيبقى كل خميس بعد المحاضرات وبعد الراوند، مفيش راوند، بيبقى بعد المحاضرات على طول على الساعة 12 تقريبا. برضه بيبقى الباوربوينتس بتتشرح صورة صورة، بيتشرح عليها اللي ممكن يتسأل، برضه ممكن تسأل عليها أي سؤال أنت شايفه، ممكن تسأل النظري، ممكن تسأل طب ليه ده هنا ودي ده هنا، والدكاترة اللي بيشرحوا متعاونين جدا. وفي برضه قبل الامتحان كان بيتعمل لنا زي مراجعة ريفرشمنت. القاسم عمل الـ POS system، POS system ده جزء من الراوند كنا قلنا عليه، ده برضو ما تفوتوش، حاول تسأل فيه أي سؤال بيقابلك. نيجي بعد كده لآخر مادة وهي الـ Community. الـ Community ناس كتير قوي تترعب من شكلها، كتابين كبار غير الكتب الصغيرة بتاعة العملي والورك بوك وهكذا، كتابين على بعض تقريبا 600 صفحة 500 صفحة حاجة في الرينج ده، والكلام مجعص، لكن الدرجات في الآخر ما فيش حد بيزعل، الدرجات في الآخر بتبقى كويسة ومرضية لحد ما، وهم حتى بيبقوا متعاونين يعني، ممكن تلاقي 8 MCQ-هات ناس عليها جدل، 8 اتحسبوا صح لكل الناس مثلا يعني. وبرضو الدكاترة متعاونين في النقطة دي، ان انتوا مثلا لو اي MCQ وقف معاكوا شايفين ان كذا ينفع وكذا ينفع ارجعوا للدكاترة، وهم متعاونين جدا في النقطة دي. بالنسبة للكتب فهي كتب الاسم، انا ما شفتش سورس تاني في ورق دروس الصراحة، انا ما شفتوش خالص، والدروس اللي كانت بتتاخد دروس قديمة يعني، كل اعتقد كل اللي كان بيدي دروس بطل في سنة. ففي الكتب في بارت 1 وبارت 2 الاثنين كتاب الاسم. بارت 1 ده غالبا بيتشرح طول الراوند، وبارت 2 بيتشرح في اخر اسبوعين. الفكرة ان اللي بيخش في الامتحان المين بولك اللي بيخش في امتحان الاند راوند اللي قلنا عليه اللي ب 60 درجة ام سي كيو هو بارت 1. بارت 2 بيخش منه عدد معين من الصفح، 15 صفحة 20 صفحة حاجة تذكر. ف طول الراوند لازم تدي أهمية لبارت 1 وهكذا. الكويز اللي بيجي كل أسبوعين بيبقى على اللي خدته من بارت 1، فأنت طول الراوند هتلاقيك بتذاكر بارت 1، وبالعافية قبل الإند راوند هتراجع بارت 1 عشان الإم سي كيو. فاللي بيتظلم دايما اللي بيحصل كل سنة إن بارت 2 بيستنى لحد آخر السنة في الـ 8 أيام اللي قبل امتحان الكوميونيتي. تاني مشكلة إن بارت 2 أنت ما امتحنتش عليه قبل كده، فبيبقى اخر السنة عليه 60% من الدرجة. تالت مشكلة ان اول شابتر اللي هو ال non communicable disease او الامراض الغير معدية زي الضغط والسكر وامراض القلب وهكذا شابتر تقيل. اي نعم في سكيما للموضوع، بس لو ذاكرته هو حجما كبير وكمعلومات كتير، فبتضطر، وبرضه النيوتريشن والجيرياتريكس مش صغير، فبتضطر بقى تذاكره اخر السنة بتدب دب محترم. فالحل ايه؟ الحل ان انت على قد ما تقدر بارت 1 تخلصه كويس قوي في الراوند، لان 60 درجه ما ينفعش تضيع فيهم، ما ينفعش تهزر فيهم اطلاقا، مش كم يستهان بيه. وبارت 2 هتبتدي تذاكره في راوند اللي قلنا عليه راوند الاي ان تي. انا تقريبا ما قلتلكمش الاي ان تي، احنا قلنا ان النظري بيتشرح في المحاضرات كل سبت، طب الراوند نفسه بيتشرح في ايه؟ قلنا بيتشرح في هيستوري تيكينج. طيب بتنزل كم مره؟ بتنزل يومين في الاسبوع. وكمان ما عليهمش غير، فانت احضر شوف استفيد، اكيد طبعا هتستفيد واكيد طبعا بيتشرح، بس في سورسز تقدر تذاكر العملي، مش مضطر تنزل كل يوم، تنزل كل مره. الحاجات اللي لازم تحضرها بس في الاي ان تي هي الاكس راي لان هتستفيد كويس، والمراجعه اللي قبل الاندرام. بس المحصله النهائيه اللي عايز اوصله ان انت في راوند الاي ان تي انت تقريبا فاضي. اللي بيحصل ايه، وبالذات الناس اللي عندهم الاي ان تي في الاول، انا كان عندي الاي ان تي تاني راوند، الناس اللي كان عندهم الاي ان تي اول راوند قالوا ايه ده، ما رابعه سهله اهي، وقضوها نوم او جيم او خروج او وهكذا، او اللي اشتغل، في ناس زمايلنا اشتغلوا في كذا حاجه صيدليه او كده، او اللي قضاها مثلا ان هو يتعلم حاجه جديده بره الطب. ف
قال ان اه رابعه سهله، ما هو لسه ما شافش المواد كتير اللي فيها كلام كتير وريح فيها. جه بعد كده الترم التاني اتزنق في بارت 2، عشان كده احنا هو بنقول من الاول، والكلام ده بيتقال على فكره كل سنه، وكل سنه لازم الناس تقع، لان صعب تتعظ بحد غير لما انت تتلسع. ف بارت 2 يستحسن تذاكره في الاي ان تي، عشان لما تخش اخر السنه تخش دماغك مستريحه، مش شايل هم ومش متوتر، مش ناقصه توتر زياده من بره. السنه لو خدتها كده سموث كل راوند، تحاول تخلص الماده على قد ما تقدر الاند راوند، شغال في المواد مع بعض، مش ناسي ماده مش راكنها للاخر، الموضوع هيبقى سموث. فبالتالي بارت 1، عشان بس نرجع للكلام اللي كنا بنقوله، بارت 1 بيتذاكر في الراوند نفسه عشان الاند راوند ما نفرطش فيه، وبارت 2 احاول ناخده مع الاي ان تي. طيب ده كده بالنسبه للسورس. طب هذاكره ازاي؟ المحاضرات اول اسبوعين بالذات مهمين، لان هو بيتشرح فيهم اساس الابيديميولوجي، والابيديميولوجي ده مهم نظري وعملي، فحاول تحضرهم وبيبقى شرحهم لطيف. بعد كده بقى في ديبيت على المحاضرات، في ناس بتقول لك المحاضرات اه مهمه وكل حاجه، بس يعني الكلام سهل اصلا، فانا لو قريت لوحدي هفهم. في مشكله ان المحاضرات عليها غياب، فده فاكتور زياده انك تحضر. طيب مش هحضر، اذاكر منين؟ انا مش بقول انك ما تحضرش، بس لو مش هحضر اذاكر منين؟ في تسجيلات لدكتور العقدة، وبرضو من الحاجات الحلوة جدا في سنة رابعة في تسجيلات لدكتور العقدة. دكتور العقدة شارح بارت 1 كله تقريبا. مشكلة التسجيلات دي ان هي تسجيلات قديمة، فممكن يكون الصوت مش حلو في كام واحدة. تاني حاجة، كونها تسجيلات قديمة هتلاقي في حاجات نزلت، لأن الحاجات دي ما كانتش موجودة في المنهج من أيام الدرس كان بيتاخد. فعلى الفلاشة على الداتا هتلاقي في كذا دكتور، فأنت تسمع دكتور العقده مينلي في بارت 1، ده اللي يعني الناس قالوه لنا واللي احنا عملناه واللي انا جربته ولقيته شغال. بصراحه ما جربتش غيره فما اقدرش انصح به. فيعني النصيحه اللي اتقالت لي واللي طبقتها ان انت بتسمع دكتور العقده في بارت 1، بعد كده اللي ناقص من دكتور العقده بتسمعه في باقي الفولدرز، تبتدي تخش عليهم واحد واحد. في اعتقد دكتور ايهاب ودكتور اشرف كذا دكتور كانوا بيدوا دروس او بيعملوا مراجعات قبل كده، طبعا كل الكلام ده وقف. تبتدي بقى تدور على الحته دي مشروحه فين، من ده اللي ممكن بس تتعب فيه في الكومنت. بارت 2 بقى تذاكره منين؟ في تسجيلات مراجعات. الموضوع مش مستاهل ان انت تبتدي بالورقه والقلم تسمعه كلمه كلمه، انت عايز بس ترتب الموضوع في دماغك كده. والمواضيع في الكوميونتي هتلاقيها يعني هي بتتذاكر كده، المواضيع ليها عنوان، بعد كده ليه سب تايتلز، وبعد كده كل سب تايتل تحتيه نقط تكتبها. دي طريقه اللي تحاول دايما تذاكر بيها في اي مادة. مثلا الكوميونيكابل ديزيز، الامراض المعديه. المرض المعدي هتلاقيه بيتكلم بقى المرض ده والساينز والسيمتومز والراش وشكل الراش والفيفر ومده الفيفر. ده مش بطنه اطفال، الحاجات دي مش ده مكانها، لازم تعرفها عشان تعرف المرض، لكن مش ده العلم اللي بيدرسه. تبتدي بقى تعرف الابيديميولوجي، تايم بليس اند بيرسون، الكلام ده مهم جدا بس ام سي كيو. تدخل بقى في البريفنشن، ده البيور كوميونتي، ده طب المجتمع، اللي هو ازاي تعالج مجموعه من الناس مش تعالج فرد. بريفنشن، ازاي تمنع اصلا من المرض يجي؟ هيقول لك البريفنشن يتقسم، طالما ده كوميونيكابل ديزيز فبالتالي البريفنشن يتقسم الى جنرال وسبيسيفيك. الجنرال اللي هي الحاجات اللي نحمي نفسنا بيها من الامراض بشكل عام، من الكاتيجوري ده الفود بورن مثلا، اغسل الاكل واغسل ايدك واشرب ميه نظيفه، حاجات حتى انت ممكن تجيبها بالسنس بس لو حطيت لها بس عنوان كبير جنرال. الجنرال ده تحتيه ميه 1 2 3 4، اكل 1 2 3 4، بيرسونال هايجين 1 2 3 4، فود هاندلر 1 2 3 4. بس خلاص السؤال ده انت تقدر تجاوبه تالفه وانت قاعد في الامتحان طالما انت عارف السكيم الكبير. بالنسبه بقى للسبيسيفيك، فالسبيسيفيك بريفنشن بتاع اي مرض هو يعني انت خدت عنده فكره في المايكرو، هو الفاكسين. واي فاكسين برضه لازم تكون حاطط له سكيم، الفاكسين ده اسمه ايه؟ لان في فاكسين ليها اسامي، 7 وصوت 17 دي، الحاجات دي طبعا انتوا صدعتوا منها. انا ما كنتش بحفظها وكنت فاكر ان انا كده عديت، وفرحت قوي لما ما تسالش فيها في المايكرو، دخلت لقيتها في الكوميونتي. وبعد كده الفاكسين ده نوعه ايه؟ كيلد، اتنويتد، ليفينج، ريكومبيننت بارتيكل، نوعه ايه؟
الرود بتاعه اورال انترافينس انتراموسكولار سبكوتينيوس، الريجيمن بتاعه بيتاخد عند سن قد ايه وبيتاخد عند شهور قد ايه، شهرين اتنين اربعة ستة اول ما يتولد وكذا. الفاكسينز هتلاقيها بتتقال كذا مرة، بتتقال في كوميونيكابل ديزيزز في بارت 1، تلاقيها بتتقال في حاجة اسمها الابي. الابي ده اللي هو الحاجة البريفنشن بروجرام، يعني اللي هو البرنامج التطعيمات بتاع الاطفال مع السن، عند شهرين ياخد كذا، عند اربع شهور ياخد كذا، اللي هي التيتنس والدفتيريا والبرتاسس والهيباتيتس بي والميزلز والروبيلا، الحاجات اللي كلنا خدناها واحنا صغيرين كنا بنعيط فيها. المهم بعد كده بتقول الفاكسين، هتقول مثلا ايه الكونترا اندكيشن، مين اللي ما ياخدوش، مين اللي ياخده، مين ريكومندد لمين، مش ريكومندد لمين، وهكذا. دي سكيما كده هتكتبها في اي فاكسين. تاني حاجه في السبيسيفيك قلنا الفاكسين، بعد كده في اميونو بروفيلاكسس، كيمو بروفيلاكسس، الحاجات السبيسيفيك للمرض ده. المرض ده لو متعرض له لازم تعمل واحد اتنين تلاته. وبعد كده هيقول لك طيب دلوقتي المرض جه ازاي يمنع انتشاره، ده حاجه اسمها كنترول. الكنترول ده هيقول لك فور كيس فور كونتاكتس اند فور انفايرمنت، تعمل ايه للحاله، تعزلها، تحطها تحت المراقبه كام يوم، تعمل كذا، الكونتاكتس ياخدوا كذا وكذا وكذا وتعمل لهم كذا، والانفايرمنت تطهر مطرح المريض وتعمل كذا وكذا وكذا. ده كده البريفنشن بتاع اي حاجه في الكوميونيكابل. الكوميونيكابل ده 150 صفحه لوحده، يعني الكوميونيكابل ده ماده لوحده. طالما عرفت السكيم دي اي مرض فيه انت بس بتسد الخانه، انت عارف المرض ده بيتنقل في كذا هنعمله كذا. الا امراض معينه ليها بروجرامز معينه هيبقى ليها خطوات معينه. الشيستوزوما دي بروجرام لوحده، الفلاريزز ليه بروجرام لوحده، وهكذا. لكن معظم الامراض بنمشي كده. فالماده هتكمل كبير، لكن لو حطيت في دماغك سكيمز الماده بسيطه. نفس الكلام برضو في النون كوميونيكابل، البريفنشن برايمري بريفنشن سكند بريفنشن تيرشري بريفنشن، اللي ما جالوش المرض اعمل له ايه، اللي عنده المرض اعمل له ايه، وامنع الكومبليكيشنز ازاي. برضو لو عارف كل واحده تكتب نقط نقط نقط. الكلام ده برضو لو انت عارف النقط دي معناها بيقول ايه هتعرف تكتب في الامتحان. المذاكره بتاعه الكوميونتي مش انك تدح الكلام، يعني الكلام كبير قوي. المذاكره بتاعه الكوميونتي ان انت بيبقى معاك تشيك ليست من السنه اللي فاتت، ايه الحاجات الموست بروبابل تيجي اسي دي، بتذاكرها في الصوره اللي احنا قلناها، تايتل سب تايتل بوينتس، والحاجات التانيه مجرد بتقراها. ده بيسهل جدا مذاكره الكوميونتي لو اتعودت على الحكايه دي. بارت 1 حاولوا تذاكروا قبل الكويزز، كل كويز تكون مذاكر الماده اللي عليه. بارت 2 حاول تذاكروا في الاي ان تي، وما تعتمدش ما تكسلش ان انت لا انا لسه ما خدتوش لما اشوف. كل ما تشد مع نفسك كل ما السنه فعلا هتبقى سهله وفعلا هتقدر تريح فيها. بارت 2 الناس بتكسل تذاكروا في شهرين، اخر السنه بتذاكروا في يوم او يومين او ثلاثه. ده كده بالنسبه لسورسز المذاكره. قلنا بارت 1 وبارت 2 هي كتب الاسم، انا ما شفتش سورس ثاني. الشرح يا اما في المحاضرات يا اما تسجيلات دكتور العقده يا اما تسجيلات دكتور ايهاب دكتور اشرف. دكتور ايهاب ودكتور اشرف مينلي بارت 2، دكتور العقده مينلي بارت 1. برضو اهم حاجه مهمه جدا مراجعه دكتور العقده. مراجعه دكتور العقده بتتعمل اخر السنه، بتفهمك الدنيا كلها فيها ايه. اولا بيمشي المنهج كله، بيقول لك هنبدا دلوقتي، افتح الكتاب صفحه كذا صفحه كذا صفحه كذا، ويفضل ماشي معاك في المنهج. طيب فوتوا ال 10 صفحات دول وهاتوا الصفحه كذا، بيقرا معاك المنهج تقريبا من اول وجديد، ويعني بيفتح نفسك المذاكره، بيخليك عارف اه هذاكر كذا وكذا وكذا، الموضوع ده مهم والموضوع ده مهم والموضوع ده مهم. حاجه مهمه جدا، ويعني لو تقدروا تقولوا له يعني تتكلموا معاه ان هو يعمل الحكايه دي بدري شويه هتفرق معاك كتير. ده كده بالنسبة لنظري الكوميونيتي والمذاكرة بتاعته سهلة. كده هنتكلم عن العملي بتاع الكوميونيتي. العملي بتاع الكوميونيتي هو عبارة عن منهج النظري بياخد منه حاجات ويتعمق فيها شوية. فهتلاقي منه يعني مواضيع ممكن تلاقي ان هي ملهاش علاقة ببعض، ابيديميولوجي على اوكيوبيشنال، طب صناعات على انفايرمنت، على مثلا نيوتريشن. فهو بياخد توبكس النظري و يعني يناقشها بطريقه مختلفه، يناقش الجرافات بتاعتها، يناقش الحسابات بتاعتها، وهكذا. فطيب اذاكره منين؟ اولا السورس هو كتاب الاسم. الاسم بيعمل كتاب شرح براكتيكال وكتاب حل براكتيكال، تحل زي ورك بوك اسئله مش ام سي كيو.
وده اللي بتحله على طول طول الراوند. تذاكره ازاي؟ اولا الراوند بيتشرح فيه التوبكس دي وبتتحل مع الدكتور. تاني حاجه التوبكس دي موجوده في النظري، ممكن ترجع لها في النظري لو في جزئيه مش فاهمها. تالت حاجه اول اسبوعين شرح محاضرات بيبقى ابيديميولوجي عموما. الابيديميولوجي ده عليك نظري وعليك عملي، ومهم في الاثنين ومهم في حياتك الشخصيه بعد كده لو هتعمل رسالة لو هتعمل حاجة. السايد ديزاينز دي شيء مهم للغاية. المهم فقلنا دلوقتي السورس بتاع كتاب الاسم سواء الحل أو الكتاب الشرح، والمذاكرة إن أنت بتحل مع الدكتور في الراوند وبترجع للتوبيك في النظري لو في حاجة مش فاهمها. ده إند راوند على 20 درجة وما بيبقاش عليك في آخر السنة، لكن ممكن يخش في امتحان الام سي كيو. يعني أسئلة الفكرة في إيه؟ أنت بيبقى عليك الإند راوند امتحان إم سي كيو بستين درجة وامتحان عملي بعشرين درجة. التوبكس اللي داخلة في العملي ممكن تتسأل عليها إم سي كيو. وضحت؟ أعتقد يعني أتمنى إن هي تكون وضحت. ده كده بالنسبة لعملي الكوميونيتي. قلنا السورس بتاع المذاكرة هو كتاب الاسم سواء كان شرح أو كتاب الحل. وبعد كده تذاكر ازاي مع الراوند، تحل الورك بوك واول اسبوعين في شرح النظري. بعد كده في تسجيلات عملي انا بصراحه ما لجأتلهاش، لكن في ناس صحابي مثلا غابوا يوم او كده فسمعوا تسجيل، هيلاقوا في التسجيل بيقول لك ودي هتعرفهم في الراوند ودي هتعرفها في الراوند. اخر حاجه كده معانا هي السورس بتاع الحل بتاع الكوميونتي، وهو برضو كتاب الاسم. في كتاب ام سي كيو حلو وفي حاجات كتير منه بتتكرر فلازم تكون حله. برضو من الحاجات الكتير اللي بتتكرر اسئله الكوميونتي، ممكن تلاقي اسئله جات لك في الراوند تجي لك في اخر السنه، ممكن اسئله من الراوند اللي فات تجي لك، ممكن اسئله الكويز تجي لك، فخلي بالك من اسئله الكويز. تاني حاجه لو انت مثلا ده تاني راوند تالت راوند، حل اسئله الراوند اللي قبلك، حل اسئله من السنين اللي فاتت، ولما تيجي في اخر السنه حل اسئله الراوندات اللي فاتت لو في وقت. انت كده كده في الامتحان بتفتكرها اه السؤال ده جالي، هتلاقي نفس الاجابه حتى. فدي يعني اخر نصيحه في الكوميونتي. اخر حاجه كده بقى طريقه عن السنه بشكل عام. معلش انتوا زهقتوا مني، بس انا حاولت اقول كل حاجه، كل حاجه يا اما اتقالت لي قبل ما اخش السنه او انا مع السنه يعني تمنيت ان انا حد كان قالها لي من قبل. السنه يا اما تمشي فيها في الاربع مواد مع بعض، يعني تسيب يعني انت بتحضر كل يوم او بتحضر يوم يوم او ايا كان اللي بتعمله، انت مقسم الوقت مع نفسك ومقسم التسجيلات مع نفسك وشغال. اللي بتحضره بتحضره، اللي بتسمعه بتسمعه، اللي بتاخد فيه درس بتاخد فيه درس، وشغال في الاربع مواد مع بعض. يجي الاند راوند تاجز اسبوعين تذاكر او اسبوع، تذاكر الاند راوند اللي عليك تخلصه وتكمل. تيجي في اخر السنه انت مذاكر المواد ومراجعها، مش هتلاقي اي سؤال. النظام ده صعوبته اولا ظهورته ان انت يعني اخر السنه مش هيبقى فيه عليك اي حاجه، والمواد مش محتاجه مجهود ومش محتاجه وقت. يعني انت لو خليت مثلا النهارده رمض بكره فري، بعده اي ان تي، بعده فري، وهكذا هتنجز كتير. مشكله النظام ده ان صعب ان انت يعني مش صعب، حاجه متعبه ان انت تقسم وقتك وتظبط نفسك ومن غير ما يكون في كليه ومن غير ما يكون في حاجه، وانت اللي بتدور وانت بتشوف تسجيلات وانت اللي بتعمل ومستو. الطريقة التانية إن أنت تمشي راوند راوند تخلص المادة اللي عليك. بدأت رمض هتخلص الرمض في الراوند، بدأت إي إن تي هتخلص الإي إن تي في الراوند. مشكلة النظام ده إيه؟ كذا مشكلة. أول مشكلة إن الراوند ما بيشرحش المادة كلها. الراوند هتلاقيه مثلا الدكتور النهاردة دخل المفروض يشرح توبيك إكس، هتلاقي مثلا اتبقى منه مرض مرضين، صفحتين، أربع خمس صفح اللي إحنا متعودين عليه. فهيبقى اولا انت عليك لود ان انت بتذاكر حاجات برضو زي النظام الاولاني، انت مع نفسك بتشوف بقى، بتشوف لها تسجيل بتقراها بتحاول تفهمها وهكذا. تاني مشكله ان مش كل الماده بتتشرح في الراوند، يعني في عناوين ممكن ما تتشرحش اصلا او ممكن تتقال بسرعه او ممكن الوقت ما يسعفش ان هي تتشرح. برضو هتذاكرها مع نفسك وبرضو هتضغط في الشهرين وبرضه هتذاكر للاند راوند. بس ميزته ان انت في محتوى في ماده معينه، لو عندك سؤال في الماده دي هترجع، لو ذاكرت حاجه ومش فاهمها هتروح للدكتور وهكذا.
شوف اي منهم نظام انت مستريح ليه وامشي عليه، لكن ما ينفعش تبدا الراوند وتخلصه وانت لا خلصت الماده دي ولا شفت ماده غيرها، هتتعب في الاخر. ممكن على فكره انا عملت كده، انا عدى عليا اول راوند ما كنتش بخلصه كويس، وعدى عليا تاني راوند ما ذاكرتش فيه حاجه، وجيت في تالت راوند كوميونتي ذاكرت فيه بارت 1 بس، رابع راوند كان فرنسكس وتوكسو ولسه فاضل عليا بارت 2 ولسه فاضل عليا رمض ما مفتحتوش لاول مره، وفي اي ان تي ما فتحتوش لاول مره، وفي رمض عايز يتراجع يتنسى، وفي اي ان تي عايز يتراجع يتنسى، وبارت 1 كوميونتي يتنسى. يعني كانت هيصه، انا فضلت يعني قلقان لحد اخر يوم امتحانات بسبب كله اتراكم في الاخر. فلو انت هتمانج الستريس جو اهيد، بس يعني نصيحة بقى بره الدراسة، ما تضيعش الوقت، استفيد بيه في أي حاجة تانية بره الطب حتى. فيا إما تمشي في الأربع مواد مع بعض من أول السنة، بتمشي أسرع في المادة اللي عليك فيها إند راوند، وبتفتح المواد التانية بتقراها، يعني بتمشي فيها بطريقة أبطأ شوية. يعني مثلا أول راوند الرمض هتخلص فيه منها 60% مع الراوند و20% من باقي المواد. تاني راوند هتخلص منه 60% بقى كده عندك 80% من المادة دي مثلا، يعني ده أرقام مجرد أمثلة، و10% كمان باقي المواد، وهكذا لحد ما في آخر السنة تكون خلصت كله. دي كده أول نصيحة. تاني حاجة، حاول تشوف إيه المادة اللي عندك في آخر مادة خالص، وتحاول تقسمها على التلات راوندات اللي قبليه، بحيث إن أول آخر راوند عندك أنت بتحضر كل يوم بتراجع المادة دي. تاني حاجة بتخلص فيه الواقع، لأن مهما كان عامل سيستم ومهما كان عامل جدول أكيد هيقع منك حاجات. فحاول آخر راوند تكون عارف إيه المادة دي ومظبطها. أنا برضو السنة اللي فاتت كان المفروض عامل حسابي إن أنا هاخد درس توكسو استسهالا يعني، فالدكتور اللي كان هيدي الدرس وقف، لغى الدرس، قال لك العدد صغير وكده والدرس اتلغى. ففي مادة أنا كنت سايبها راكنها لآخر السنة، اكتشفت إن أنا هذاكرها لوحدي. الحمد لله يعني ربنا وفقني لحاجة ما كنتش يعني أنا يعني ما عملتش مجهود أستاهل عليه اللي ربنا رزقني بيه، بس يعني الحمد لله نعمل حساب. أنا دلوقتي بقول لكم من الأول خالص، آخر راوند حاول تفضيه عشان تراجع فيه اللي فات، لأن هيكون عليك حاجات من أول راوند خالص يعني لسه ما اتذكرتش. يعني إحنا كنا داخلين الفاينل، الجلوكوما ده كان بالنسبة لي حاجات من الماضي أوهام. ده كان أول درس رمض خدته في شهر 9، والمفروض أفتكره بقى في شهر 6. الموضوع يعني ما بيبقاش لطيف، بالذات إن المادة دي خلصت تماما، أنا علاقتي بيها بس إن أنا ممكن أسمعها كل فين وفين، أقرأ بيها حاجة كل فين وفين. دي كده أول حاجة قلنا، يبقى تمشي في الأربع مواد، تخلص مادة مادة، وكل مادة تخلصها تخلصها كاملة، بحيث إن أنت آخر السنة هترجع هتفتحها تكون أنت مخلصها قبل كده. ما تسيبش حاجة جديدة لأول مرة تفتحها قبل الامتحانات، ده عموما. تاني حاجة، آخر راوند حاول تقرا المادة بتاعته من بدري، بحيث إن أنت تفضي وقت شوية تذاكر الحاجات اللي فاتت أو تراجع الحاجات اللي فاتت. زي ما قلنا، ما بين آخر إند راوند وما بين أول امتحان فاينل الوقت مش كبير، أو مش كبير خالص، يعني هو ممكن تاخد منه يوم أو يومين بس. بس واحنا برضو اتزنقنا عشان العيد وكده، طبعا انتوا اتزنقتوا، ربنا يكون في عونكم، انتوا اتزنقتوا الزنقه الاكبر يعني. بعد كده كمان في قلنا البارت 2 يتذاكر في الاي ان تي، قلنا ان مذاكره الكوميونتي بتبقى قرايه تشيك ليست هي اللي بذاكرها في صوره عنوان وسب تايتل ونقط مذاكره، يعني هي دي المذاكره. وبرضو حتى ده بقرا، يعني انا بحط لنفسي فريم واللي جوه الفريم بقرا كويس، لكن ما تقعدش تجهد نفسك وفي الصفحه وتقعد دقيقتين في الصفحه وتقعد. خد الموضوع بالذات الكوميونتي ابسط من كده، لو خدته على قلبك هو ديك. ايه تاني بالنسبه للرمض، بكرر نفس الكلام برضو، ان انت بعد ما تكون ذاكرت الديزيز، وده برضو في البطنه وفي الاطفال في اي حاجه كلينيكال، بعد كده بعد ما تذاكر الديزيز بالاسطمبه بتاعته، introduction definition etiology signs, symptoms, complications, treatments, management, investigation. ده لازم تكون حافظ، لازم تكون حافظ 1 2 3 الساينز، 1 2 3 4 5، والساينز ده هتختلف عن ده في 1 2 3 4 5 لازم. بس برضه لازم تعرف ان انت بتعالج عيان مش كتاب، بمعنى ان الايتيولوجي اللي جاي لك ده هو الهيستوري اللي هيقول لك في الحاله،
هو الهيستوري اللي العيان هيجيبه. يعني انت مثلا عارف ان الديزيز ده مور كومن ان مينز، فهتلاقي اميل بيشنت. فانت لما يقول لك اميل بيشنت ده في حاجات في الميلز. طيب الديزيز ده كومن ان يونج، فهقول لك ميل بيشنت عنده 6 سنين. فعلا مش يعني في كلمه قالها الغزالي، لا يجد الاجابه الا من يؤرقه التساؤل. يعني انا لو قريت كيس وحد تاني قرا كيس، انا عارف ايه الجيفنز المفروض الاقيها في الديزيز اكس وايه الجيفنز الاقيها في الديزيز واي، فانا بقرا الكيس وانا بدور عليها. التاني بيقرا الكيس وهو عارف الامراض، بس هو بيقرا الكيس راجل 13 years old ماشي بطل رغي، ميل ماشي went to a hospital. فرقه من واحد تاني بيقرا الكيس وهو عارف ان ميل معناها ان في ممكن يكون predisposition of male disease اكتر يجي في الميل. 13 years old يبقى في حاجه بتيجي مثلا في التينيج. pregnant يبقى ممكن تكون حاجه ليها علاقه بالبريجننسي، ممكن حاجه تكون ليها علاقه بالهرمونز. diabetic يبقى حاجه ليها علاقه بالدايبيتس، ليها علاقه بالهايبرتنشن، ليها علاقه بالاثيروسكليروسس وهكذا. كل كلمه في الكيس بتترجم عندك للايتيولوجي، بتترجم عندك لساين، بتترجم عندك لسيمبل. وكل الديزيز بيترجم عندك لكي ووردز، وكل كلمه تخليك تشك في 3 4 ديزيز لحد ما تلاقي الكي وورد هي ده هو ده وهكذا. ده عموما في الكلينيكال واكتر في السنه دي في الرمض، لان الرمض هيجي الكيس بالظبط كده. A 15 year old boy complaining of itching sensation in his eye. On examination you find redness ومثلا وبابيلي on the upper lid. بعد كده هتلاقي مطلوب منك اسئله ب 15 درجه. لو انت ما تقدرش توصل للديفرنشال دايجنوزس من الكام كلمه دول، والديفرنشال دايجنوزس ده تختار منه مرض هو الموست بروبابل من الكام كلمه دول، 15 درجه دول راحوا. والكلام ده اعتبره تدريب للبطنه باذن الله في سنه 5. كده انا الحمد لله قلت كل اللي فاكره وكل الحاجات التجارب اللي انا مريت بيها وكل النصايح اللي اتقالت. اي حاجه باذن الله تواجهوها انا موجود معاكم، اطباء موجوده معاكم، كل دفعتي موجوده معاكم، اسالونا. حاول ما تاخدش كلام اللي قبلك كانه جيفن، وبرده ما تطنشوش. يعني ما تعتبرش ان انت لا انا الشخص السوبر هيرو الوحيد الخارق، كل كلامهم ده ما يمشيش عليا، لان البشر بشر واللي بيمشي على اللي قبلك هيمشي عليك. وبرده في اختلاف بيننا وبين بعض، مش اللي مشي عليا هيمشي عليك بالظبط كانه جايد. فحاول تحط الموضوع في دماغك وتحط النصيحه في مكانها، تحطها في حجمها، تحط اللي بيديك النصيحه في حجمها. اي حد محتاج اي حاجه اني تايم، اي سؤال في المنهج بره المنهج في الطب في الحياه عموما تحت امركم. بس يعني خلونا نتواصل. شكرا.